بيزد على الـ OSI موديل. اتكلمنا عن الـ OSI موديل ده عبارة عن سيف الليلز هنتكلم عنه بس دلوقتي ما يسمى معنى كلمة فيه يعني في انت عندك السورس عنده سيف الليلز الانفورميشن بتنزل بتنزل من الابلكيشن لاير تمر خلال البرزنتيشن لاير هنصون لما توصل الفيزيكال لاير بعدين تطلع على الشانل تروح لمين ناحية تانية الفيزيكال لاير ومنها الداتا لينك لاير الداتا لينك لاير بتنزل الفيزيكال لاير دور الفيزيكال لاير ايه هي؟ ده ترانسميت الداتا دي على هيئة زيروز وايه؟ وانز دي بقت كسيجنال توصل الفيزيكال لاير الناحية التانية حولها الباينري داتا وطلعها لمين؟ الداتا لينك لاير الداتا اللي طلعت من الداتا لينك لاير استقبلتها الداتا لينك لاير الناحية التانية بتتخيل ان الفيزيكال لاير دي اصبحت مالها ترانسبيرنت مش شايفها يعني الداتا لينك لاير ملهاش علاقه بالفيزيكال لاير الناحيه الثانيه المهم ان الداتا وصلت منين لمنين دلوقتي من داتا لينك لاير وصلت لمين الناحيه الثانيه للداتا لينك لاير ملهاش علاقه باللي حصل على مستوى مين الفيزيكال لاير فالداتا لينك لاير في السورس بتكلم الداتا لينك لاير في السورس في الديستنيشن بما يسمى ايه عندنا فريمز ده بيسموه بير تو بير يعني نظير لنظير واحد قصاد الثاني انا عارف ان انا عشان اوصل من الداتا لينك لاير بتاعتي للداتا لينك لاير الناحيه الثانيه لازم امر بمين الفيزيكال لاير عند السورس والفيزيكال لاير عند مين الناحيه الثانيه عند الستيشن بس في الاخر الداتا لينك لاير ما بتفهمش غير مين غير الداتا لينك لاير وبالتالي ده بيسموه ايه عندنا بير تو بير وبالتالي لما نتكلم عن مستوى الداتا لينك لاير بنتكلم بمستوى مين عندنا ما يسمى فريمز قلنا دي قلناها المره اللي فاتت الفانكشن بتاعت مين بتاعت الداتا لينك لاير انها تعمل الداتا على هيئه ايه فريمز النتورك لاير نفس الكلام الداتا لينك لاير ما تفهمش ايه اللي بيحصل على مستوى النتورك لاير بس دورها انها تنقل لمين الفيزيكال لاير او صون اللايف هتوصل لمين الناحيه الثانيه للداتا او النتورك لاير الناحيه الثانيه يبقى النتورك لاير بتكلم مين الناحيه الثانيه النتورك لاير بيسموه ايه بقى في الحاله دي بير تو بير بورد بس المباراه دي مش بنسميها فريم بنسميها ايه باكتس على مستوى مين النتورك لاير اللي هو بيحط فيها الاي بي ادريس بتاعك ويدور على راوتنج بروتوكول وشورت سباث واند سو نيجي بقى على مستوى الترانسبورت لاير بتكلم مين الناحيه الثانيه ترانسبورت لاير بيقسمها لسيجمنتس احنا كنا ما اشرتش ليها المره اللي فاتت بس في وسط الكلام ان الفايل كله بيبقى نازل لمين الداتا كلها نازله ستريم من مين من السيشن لاير او الابلكيشن لاير نازله ستريم من الداتا دور الترانسبورت لاير انها تقسمها لي لايه لسيجمنت والسيجمنت دي تاخد كل واحده منها مين بقى البورت ادرس لو تفتكروا ايه هو البورت ادرس ان كل ابلكيشن غير الابلكيشن الثانيه عشان نميز الابلكيشنز عن بعضها بنديها ايه رقم والرقم ده بنسميه مين عندنا البورت ادرس وبالتالي ده معنى كلمه دي بير تو بير ابلكيشن بيكلم ابلكيشن يبقى اسمه بير تو بير برزنتيشن لاير بيتكلم البرزنتيشن لاير يبقى اسمها ايه عندنا برضه بير تو بير فيزيكال لاير بيتكلم فيزيكال لاير من خلال ما يسمى ايه عندنا البيتس اسمها ايه برضه بير تو بير يبقى كل لاير تهتم بمين باللاير اللي تناظرها فين في الديستنيشن ده معنى كلمه بير تو بير هنيجي بقى لاهم ستاك احنا خدنا الاو اس اي موديل والاو اس اي موديل كان عباره عن كام لاير؟ 7 لاير اتعمل بعد كده التي سي بي اي بي هيراركي وده مش 7 لايرز خلوهم كام لاير بس انت شايف 4 لايرز الاربع لايرز دول بيماتش مين الناحيه الثانيه؟ الاو اس اي خلي بالكوا الاو اس اي موديل ده الستاندرد اللي اي حد هيعمل موديل لازم يرجع في الاخر لمين؟ لكل الفانكشنز اللي بيعملها الاو اس اي موديل لازم انت تعملها فالناس بتوع تي سي اي بي تي سي بي اي بي واللي عملته امريكا وزاره الدفاع الامريكيه عمل الموديل ده كام لاير هو؟ اربعه بس تاكد انه بيأدي الفانكشنز بتاع كام لاير؟ سبعه لاير لما تبص عليهم سماهم نتورك اكسس وانترنت وترانسبورت وابلكيشن لاير دول الاربعه ادي ريليشن ما بين الاو اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل الداتا لينك لاير اسمها الداتا لينك لاير؟ لا هو عمل ايه؟ حط الداتا لينك لاير وفيزيكال لاير فيما يسمى ايه عنده؟ نتورك اكسس المعنى واضح انه عايز ياكسس مين في الاخر؟ اللينك اللي هيبعت عليه الداتا بتاعته مين المسؤول عن انه يبعت؟ فيزيكال لاير مين يكنترول اللينك؟ الداتا لينك لاير اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت اكسس كنترول اذا كان الميديم بيزي يبقى الداتا لينك لاير مش هتنزل الداتا لمين؟ للفيزيكال اذا كان الميديم فري هتنزل الداتا لمين؟ للفيزيكال لاير ادي واحد الحاجه الثانيه اللي بتعملها الداتا لينك لاير ايه هو الايرو كنترول لو حصل ايرور هتبعت الفريم كمان مره الفلو كنترول يعني ايه فلو كنترول
يعني الناحيه الثانيه لو بيزي وانت عمال تبعت له هيحصل ايه؟ اوفر فلو. فبالتالي انت لازم تطلب من السورس انه يعمل ايه؟ ما يبعتش لغايه ما انت تبقى مالك ريدي انك انت تستقبل. فده دي وظيفه مين؟ الداتا لينك لاير. كل دول مع بعض وظيفتهم ايه عندنا؟ ما يسمى ايه؟ نتورك اكسس. كلام جميل. النتورك لاير دورها ايه هنا؟ في الدي سي بي في الاو اس اي موديل حاجتين اساسيتين، الاي بي ادريس ومين؟ والراوتر. دول اهم حاجتين في مين؟ في النتورك لاير. ايه هو الراوتنج؟ يوجد الشورتس ايه؟ باث من السورس مين؟ للديستنس. سموها الناحيه الثانيه انترنت. وتقوم بنفس وظيفه مين بالظبط؟ النتورك لاير في الاو اس اي موديل. الترانسبورت لاير في الاو اس اي موديل هي نفسها ترانسبورت لاير فين؟ في الدي سي بي اي بي موديل. السيشن بقى والبرزنتيشن والابلكيشن دول الثلاثه مع بعض سموهم ايه عندنا؟ الابلكيشن لاير. بتقوم بوظيفه ايه بقى؟ الابلكيشن لاير. ايه هي الابلكيشن لاير؟ عايز تبعت ايميل، عايز تبعت فيديو، عايز تبعت اوديو، عايز تعمل شاتنج، كل ده وظيفه مين فوق؟ الابلكيشن لاير. ننزل على مين بعد كده؟ وظيفتها ايه البرزنتيشن لاير؟ انكريبشن وكمبريشن. دول اهم وظيفتين في ايه؟ في البرزنتيشن لاير. انه يعمل كومبريشن لمين؟ للداتا. ويعمل ايه بعد كده؟ انكريبشن، يعمل لها سكيورتي بحيث ان ما حدش يقدر يشوف الكونتنتس بتاعتها. ننزل لمين بعد كده؟ سيشن لاير. وظيفتها اهم وظيفه ليها ايه هي؟ سينكرونايزيشن. يعني ايه سينكرونايزيشن؟ يعني بيقسم الفايل لبيج، وفي نهايه كل عدد من البيج يحط ايه؟ سينك بايت او سينك بيج، عشان لو حصل انترابشن للكونكشن ما يبداش الترانسميشن منين؟ من الاول وجديد. دور ايه كمان السيشن لاير؟ انها تحدد نوع الابلكيشن رايح فين لمين؟ للترانسبورت لاير. لو تفتكروا عملنا كده زي بفر لكل مين؟ لكل ابلكيشن. نوع الابلكيشن ده فيديو، نوع الابلكيشن ده ايميل، هينزل على مين تحت؟ على الترانسبورت لاير. مين اللي بيحدده له؟ السيشن لاير. الثلاثه دول كلهم سماهم ايه في الدي سي بي اي بي ابلكيشن. لو تفتكروا احنا قلنا الثلاثه دول اسمهم ايه؟ نتورك انترفيس، والثلاثه اللي فوق دول اسمهم يوزر انترفيس. خلاص؟ اليوزر انترفيس ما يسمى مين عندنا دلوقتي؟ الابلكيشن. النتورك انترفيس ما يسمى نتورك اكسس، ومعانا مين كمان؟ الانترنت. يبقى عندنا تو مودلز، الاو اس اي موديل ده ستاندرد موديل مش اكتر، لكن او ريفرنس موديل بيسموه ريفرنس موديل. الموديل الحقيقي اللي احنا شغالين بيه في حياتنا دلوقتي في النتورك ما يسمى مين عندنا دلوقتي؟ تي سي بي اي بي موديل، وده اللي شغالين بيه في كل النتورك. خلاص؟ يبقى ده الريليشن ما بين الاو اس اي وما يسمى مين عندنا؟ تي سي بي اي بي. مفيش اي فرق غير بس ان الفانكشنز بتاعت الثلاثه لايرز دول بقت فين؟ في لاير واحد. ده اللي حصل. والفيزيكال لاير والداتا لينك لاير بقوا فين؟ في لاير واحده سموها مين هم؟ النتورك ايه؟ اكسس. طيب ده ريليشن ما بين تي سي بي اي بي. ده نهايه الجزء ده بالنسبه للكود. هنبدا حاجه ثانيه؟ ده عنده اي سؤال؟ طيب هنبدا نتكلم بقى عن التي سي بي اي بي. خلاص احنا كل كلامنا بقى فين دلوقتي؟ في تي سي بي اي بي ريفرنس موديل اللي احنا هنشتغل بيه. هو هيتكلم اول ما هيتكلم عن ما يسمى مين عندنا؟ الانترنت لاير. فاكرين الانترنت لاير اللي هي مين نفسها؟ هي نفسها النتورك لاير. وظيفتها ايه؟ الاي بي ادريس ومين؟ والراوتر. هنتكلم عنها بس في تحت ما يسمى التي سي بي اي بي بروتوكول. ايه وظائف الانترنت بروتوكول بصفه عامه؟ اللي هي الانترنت لاير دي بيسموها انترنت بروتوكول اي بي لاير. يعني الانترنت لاير دي بعض الاوقات بيسموها ايه؟ انترنت بروتوكول لاير، اي بي لاير. خلي بالك في الريفرنس موديل نفسه عندنا نتورك اكسس، وعندنا مين بعد كده؟ انترنت، بيسموها انترنت بروتوكول لاير او اي بي لاير. ايه اهم وظائفها؟ خلي بالك لما ناخد بالنا شغال على النتورك لاير بتاع الاو اس اي. الكلام ده احنا لسه قايلين الانترنت نتورك هنا نفسها مين؟ الانترنت لاير. كونكشن ليس بروتوكول. يعني ايه كونكشن ليس بقى؟ كنا احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وهنتكلم عنها تاني المره دي. عندنا نوعين من الكونكشنز، ما يسمى داتا جرام وما يسمى فيرتشوال ايه؟ كونكشن او فيرتشوال سيركت كونكشن. ايه هو الداتا جرام؟ احنا اتفقنا ان النتورك لاير بتطلع الداتا بتاعتها على هيئه ايه؟ باكتس.
انا لما هبعت باكت من السورس للديستنيشن هتاخد مسار. لو المسار بتاخد الباكت الاولانيه غير المسار بتاخد الباكت الثانيه بيسموها كونكشن ليس. يعني ايه كونكشن ليس؟ يعني مفيش دايركت كونكشن ما بيني وما مين؟ ما بين الديستنيشن. يعني كل مره بتطلع الباكت ممكن تاخد مسار غير الايه؟ غير اللي قبل. ايه عيب الطريقه دي؟ بيسموها الداتا جراب. ايه عيبها؟ ان الباكتس ممكن توصل اوت اوف ايه؟ اوف اوردر. فوظيفه الديستنيشن انه يعمل ايه في الباكتس دي؟ يرتب الباكتس زي ما هي طالعه من عند السورس. وبالتالي النوع ده بيعاني من مشكله اساسيه ان الباكتس بتوصل مالها؟ اوت اوف اوردر. وبيسموا نوع الكونكشن في الحاله دي كونكشن ايه؟ كونكشن ليس. مش معناها ان مفيش كونكشن، معناها ان مفيش باث ثابت ما بين السورس ومين؟ والديستنيشن. يبقى خليك فاكر ان الانترنت بروتوكول ده بيزد على ما يسمى ايه عندنا؟ كونكشن ليس. طيب الباكتس تريتد اندبندنتلي، وده اللي احنا قايلينه. يعني ايه اندبندنتلي؟ يعني الباكت رقم واحد مالهاش علاقه بالباكت رقم كام؟ 2. يعني دي ممكن تاخد مسار غير اللي بتاخده مين؟ غير اللي بتاخده التاني. وبالتالي ده بيفسر كلمه يعني ايه كلمه كونكشن ليس بروتوكول. خلاص؟ كونكشن ليس بروتوكول يعني الباكت بتوصل اندبندنت على بعضها. هناخد حاجه اسمها هيراريكال ادريسنج. يعني ايه هيراريكال ادريسنج؟ انت الاي بي ادريس بتاعك، بنتكلم على سبيل المثال الحصر الاي بي 4 الانترنت بروتوكول فيرجن 4، اللينث بتاعي بيبقى 32 بت. يبقى كل يوزر بياخد ادرس طوله كام بت؟ 32 بت. عدد اليوزرز اللي ممكن يكفر ليهم كام؟ 2 اس 32 يوزر. لو انا خليت الموضوع بالطريقه دي عشان اسيرش على اي بي هاخد وقت كبير جدا، انك بتسيرش في دومين طوله قد ايه؟ 2 اس 32 اي بي. الناس معايا؟ احنا بنقول ان الاي بي 4 او الانترنت بروتوكول ده شغال بما يسمى على سبيل المثال اي بي 4، لان احنا عندنا حاجه اسمها اي بي كمان 6. لان الانترنت بروتوكول فيرجن 4 ده اللينث بتاعه الاي بي ادرس او الاي دي بتاعك كيوزر اللينث بتاعه كام بت؟ 32 بت. لو انا بدور على يوزر بياخد لينث 32 بت، يبقى بدور على يوزر في كام يوزر؟ في 2 اس 32 يوزر اللي هو عدد الاحتمالات. لا، لو انا بدور بالطريقه دي يبقى السيرش تايم بتاعي هيبقى ماله؟ كبير جدا. لا، احنا عملناه هيراركال ادريسنج. يعني ايه؟ الجزء الاولاني يمثل مثلا كلاس A اند كلاس B اند كلاس C اند كلاس D. زي ما انت بتاخد مثلا في ايه؟ اديك مثال انت واخدينه في ايه؟ ان الادرس نفسه قسمه لاجزاء. زي ما انت شايف كده، لو دول 32 بتس يبقى انا هسيرش زي ما قلت لك عدد اليوزرز 2 اس 32. لكن كده هيبقى كتير جدا. فلما نقسمه مثلا نقول البايت الاولانيه مثلا يعني تمثل القاره اللي انت فيها. ده على سبيل المثال على فكره، مش هو ده الحقيقه. وبالتالي لما بتكلم على بايت بسيرش على على ايه؟ على واحد ونص كام؟ 2 اس 8 او 2 اس 4 لو كان عددهم 4. وبالتالي انت بتدور على يوزر على مستوى العالم. الافضل تدور عليه كلهم مره واحده، ولا تدور هو في انهي قاره وجوه انهي قاره جوه انهي دوله وجوه انهي دوله جوه انهي محافظه مثلا وجوه المحافظه دي جوه انهي مدينه. وبالتالي بقى السيرش بقى ماله اسهل. يعني انت الاول بتدور في حاجه اكبر، لا انت قسمتها لسيكتور، فبتدور في سيكتور بتختار سيكتور من ضمن السيكتورز الثمانيه مثلا، فبتختار سيكتور واحد، فانت بتختار واحد من كام؟ من ثمانيه. جوه السيكتور ده بتدور على واحد من مثلا عدد دول وليكن 20 دوله. وبالتالي بقت العمليه مالها؟ اسهل. هفكركم بحاجه ثانيه، الناس اللي بتاخد كوميونيكيشن التي دي ام تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، لما عملوا الهيراك بتاع التي دي ام كنا بنقسمهم ايه الاول؟ 24 يوزر، وبعد ال 24 يوزر مش عارف كام، وبعد كام انصم. ده كان ماله بالنسبه لي في السيرش على اليوزر؟ اسهل في انك تدور على يوزر اكتر من تحطهم كلهم مع ايه؟ مع بعض. اللي انا عايز اوصله لك الهيراريكال ادريسنج ده، لو عايز تكومنت بمنتهى البساطه، ان احنا قسمنا الاي بي ادريس لكلاسز. الكلاسز دي عندنا ما يسمى A كلاس، كلاس A وكلاس B وكلاس C، وعندنا كلاس D وعندنا كلاس مين كمان؟ E. عندنا 5 كلاسز لمين؟ للاي بي. خليك فاكر هنتكلم عنها بعد شويه. في حاجه كمان من ضمن الكاركترستكس بتاعته ما يسمى البيست ايفورت دليفري. يعني ايه بيست ايفورت؟ هتسمع كلمتين دايما في النتورك، لما تسمع كلمة كواليتي اوف سيرفيس وهتسمع كلمة بيست ايفورت. ايه موضوع الكواليتي اوف سيرفيس؟ الكواليتي اوف سيرفيس انك عايز توصل الداتا دي بريكوايرمنتس معينة. يعني ايه ريكوايرمنتس معينة؟ يعني الديلي مثلا ما يزيدش عن كذا.
يعني السيجنال تو نويز ريشيو ما تقلش عن كذا، يعني الثروبوت ما يقلش عن كذا. يعني ايه ثروبوت؟ الناس اللي حضرت معانا المره اللي فاتت لما بنقول الباندوث، يعني ايه باندوث؟ يعني الماكسيمم داتا ريت اللي ممكن يسبورت على اللينك. لكن لما بتكلم عن الثروبوت، يعني ايه ثروبوت؟ يعني الاكشوال ريت اللي وصل لي خلال زمن معين، خلاص، او الاكشوال داتا ريت. انا دلوقتي لما بتكلم عن كوانتم سيرفيس يبقى ليا ريكويرمنتس معينه لازم تحققها. الريزوليوشن مثلا ما تقلش عن كذا لو بتكلم على فيديو. لكن لما بتكلم عن بيست ايفورت، يعني ايه بيست ايفورت؟ يعني ام تراينج ماي بيست، يعني هحاول اقدر اللي اقدر عليه اعمله، بس مش هقدر اضمن لك لا ديلي قد ايه ولا اضمن لك كواليتي اوف سيرفيس قد ايه. بيست ايفورتس دي اللي انا اقدر عليه اعمله. لما نتكلم مثلا عن موبايل، لازم احقق لك كواليتي اوف سيرفيس في المكالمه التليفون لو هو فويس، لازم احقق لك ما يسمى الكواليتي اوف ايه سيرفيس. يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس؟ يعني الريت ما يقلش عن كذا والسيجنال تو نويز ريشيو ما يقلش عن كذا. لكن لما بتكلم على داتا مثلا ترانسفير على الموبايل او فيديو على الموبايل، ما اقدرش اقول لك كواليتي اوف سيرفيس، اقول لك ايه بيست ايفورتس. يعني ايه بقى؟ يعني انت ممكن بتحرك داونلود فيديو ياخد معاك وقت كتير جدا، وفي وقت تاني الداونلود نفس الفيديو ياخد وقت ماله قليل، وبالتالي انا ما بضمنلكش ظروف النتورك عندي ايه. وبالتالي في الحاله دي لما الداونلود فايل او فيديو من على الموبايل، ما تزعلش مني لما اقول لك انه هياخد ساعه في بعض الاوقات وياخد ربع ساعه في بعض الاوقات. لكن لو قلت لك في مرحله من المراحل مثلا ال ال تي لما ينزل هحقق لك كواليتي اوف سيرفيس على الفيديو، معناها ايه بقى؟ معناها ان الفايل ده لو هياخد 2 سكندز عشان ينزل، لازم ياخد كام؟ 2 سكندز عشان ينزل. الاي بي بروتوكول او الاي بي كاركترستكس بيحقق لك ما يسمى ايه عندك؟ بيست ايفورتس، يعني مش هيضمن لك الكواليتي اوف ايه؟ اوف سيرفيس. اتمنى لك الفرق ما بين كلمه كواليتي اوف سيرفيس وبيست ايفورتس تكون ظاهر. لما تسمع كلمه بيست ايفورتس ام تراين ماي بيست، بس لا اضمن لك ايه؟ لا يمكن اضمن لك اللي انت عايزه. لكن لما اقول لك كواليتي اوف سيرفيس، لازم اضمن لك الايه؟ الريكوايرمنتس اللي انت طالبها. طبعا نو داتا ريكفري فيتشرز، يعني لو داتا راحت مني ضاعت يبقى هي ضاعت، ما بعملش ايه؟ ريكفري. يعني ايه ريكفري؟ يعني لو حصل ايرور اعمل ايه؟ ريترانسميت. ده ما بيحصلش. الداتا وقعت مني يبقى الداتا هي فعلا مالها وقعت. وده بيحصل فين بقى؟ لما بني الفيديو او اوديو من على الانترنت، يعني انت بتعمل تشاتنج مع حد وبتتكلم معاه من خلال الويب كام. لو انت خدت بالك من الريزوليوشن بتبقى سيئه، احنا بنتكلم دلوقتي بقت افضل، بس مش معناها انها افضل انها طول الوقت مالها افضل. انت بتكلم مع واحد فبيبقى في ستريم ما بينك وبينه، لو وان فريم وقع منك ماهيش مشكله، مع السلامه. الفريم ده مش مشكله، الفريم ده مش اقصد بيه الفريم، خلي بالك انت الفيديو اللي بتنقله هتنقله على ايه؟ صح، فريمز، خدته في التي في. في الكلام ده عدد الفريمز في الثانيه الواحده قد ايه؟ يا اما 25 يا اما 30 فريم في الثانيه الواحده على حسب نوع الستاندرد. وكل فريم بيتقسم ل 525 لاين او 625 لاين على حسب نوع الستاندرد. وكل لاين فيه مجموعه من البكسلز، عدد البكسلز دي ترجع للريزوليوشن اللي انت عامله. وكل بكسل عباره عن كام بت؟ 8 بت. لو بتكلم عن فريم بيبقى حدود 1024 بايت، تخيل 1024 بايت يعني 1024 بكسل ماكسيمم. لما يقع مني 1024 بكسل خلال فريم واحد، بالنسبه لي لا تمثل ايه؟ شيء انه يضيع الفريم ده كله، مش مشكله. مش بتكلم عن الفريم بتاع تي في، بتكلم بالفريم على الداتا لينك ايه؟ لاير. بلاش نقول فريم، خلينا نسميها ايه؟ باكيت. بنتكلم عن مستوى نتورك لاير، بنتكلم عن ان هي ايه؟ باكيت. لو باكيت حصل فيها ايرور هعمل ايه في الباكيت دي؟ مش هطلب ان انا اعمل ايه تاني؟ اري ترانسميت. هعمل ايه في الباكيت دي؟ هديسكارد ليها واكمل ايه؟ ترانسميشن. يبقى معنى كده ان في باكيت مالها؟ باكيت وقعت. عشان كده مفيش حاجه اسمها ايه عندنا؟ داتا ايه؟ ريكفري. باختصار شديد الاي بي بروتوكول اللي هو النتورك لاير بروتوكول دوره يعمل حاجتين، يديك الاي بي ادريس ومين ويعمل لك راوتر. بس بالاضافه الى ايه كمان؟ انه كونكشن ليس بروتوكول. يعني ايه كونكشن ليس؟ يعني الباكتس بتطلع اندبندنت اهي على بعضها. انا بوصل من السورس للديستنيشن، مفيش حاجه اسمها كونكشن ليس. بس معناها ايه كلمه كونكشن ليس؟ مش شرط اخد كل ايه؟ مره نفس مين؟ نفس الباث لما اطلع من السورس لما اوصل لمين الناحيه الثانيه؟ للديستنيشن. ده معنى كلمة الانترنت بروتوكول كاركترستكس. أي سؤال؟ دكتور، لما الفريم يقع هيجيبه ازاي بعد كده؟ يعني يقع؟ يعني الفريم اللي هو الباكت قصدي؟ او الباكت تقع وقعت خلاص، مش هطلبها. نو ريكفري خلاص، يبقى انت الباكت رقم 100 مثلا مش موجود. الفايل اللي بعته او الداتا اللي بعتها ناقصه الفايل ده. ناقصه الباكت دي. انا الباكت رقم 100 وقعت، جات لي الباكت رقم 101. بعتبر ان الباكت رقم 100 كلها يا اما زيروز يا اما كلها ايه؟ وانز. لان ده عباره عن بيكسل في صوره. انا بتكلم على باكت عباره عن بيكسل او 2 بيكسلز جوه ايه؟
جوه صوره لو باظ البيكسل ده انت مش هتحس بيه. خلاص لو بتكلم مع واحد بريت 64 كيلو بت بالثانيه، يعني الريت بتاعك 64 كيلو بت في الثانيه الواحده. لو انا قسمت كل باكت عباره عن 1024 بت مثلا، اقسم بقى الرقم ده على ده، يطلع لك ان وقع منك باكت واحده معناها ال 64 كيلو بت وقع منك، وقع منك مثلا جزء من ملي سكن من صوتك، وبالتالي الودن مش مالها، مش هتحس المشكله دي. لكن انت تتفرج على صوره لو بيكسل باظ، يعني ايه بيكسل باظ؟ بدل ما يبقى ريد مثلا ظهر بلاك او وايت، بيكسل وسط الريزوليوشن الكبيره دي كلها، مش عينك مش هتحس مين المشكله دي. طب ليه؟ يعني السؤال يسال نفسه هو ليه بيعمل كده؟ يعني استمد من سؤال زميلكم سؤال تاني، هو ليه ما بيعملش ريكفري للايرور؟ هو مش ديلي، هو الديلي معنى صح، هو الريت هيقل. ما هو معنى ان انت بتبعت وحصل ايه في الباكت دي ايرور، معناه انك هتعمل ايه؟ هتطلب مني تاني ان انا ابعت الباكت. كل اللي جاي ورايا ده مش هيتعرض لغايه ما توصل لمين؟ الباكت دي. فالصوره المشكله فين بقى؟ بيكسل يبوظ ولا الصوره توقف؟ لا بيكسل يبوظ واكمل، لان العين مالها مش هتحس المشكله دي. خلاص؟ وبالتالي موضوع البيست ايفورتس هي دي، انك انت في باكتس وقعت بس مش قادر تعمل ايه ليها؟ ريكفري، وبالتالي مش قادر تحقق لي كواليتي اوف ايه؟ اوف سيرفيس. لكن اللي قاله زميلك صح، هي الديلي، ان هيظهر مشكله الديلي عشان باكت واحده، عشان بيكسل واحده ممكن توقف ايه؟ عدد كبير جدا من الفريمز ورا. خلاص؟ ده بالنسبه للانترنت كاركترستيك او الانترنت بروتوكول كاركترستيك. اي سؤال كمان؟ طيب احنا منين ليه نعمل الاي بي ادريس؟ عشان اميز بين الناس وبعضها. انت عندنا نوع ثلاث انواع من الادريس، عشان الناس اللي ما حضرتش او الناس اللي كانت معانا وناسيه، عندنا ما يسمى الفيزيكال ادريس او بيسموه ايه في بعض الاوقات؟ الماك ادريس. والماك ادريس ده او الفيزيكال ادريس خاص بمين؟ بالنتورك انترفيس كارد اللي انت بتجيبه، يبقى له ايه؟ ادريس. انت خدت مايكرو بروسيسور ولا لسه؟ انت بتعمل مايكرو بروسيسور، كل ديفايس او كل حاجه كونكتد مع المايكرو بروسيسور لازم يكون ليها ايه؟ ادرس. عشان لما احب اكلم الرام يبقى عارف ان انا بكلم الرام. لما بحب اكلم الاي بروم يبقى انا عارف ان انا اكلم الاي بروم. لو عايز اكلم البي بي اي اللي هو 8255 ده، يبقى انا عارف ان انا عايز اكلم ده. يبقى لازم اميز بين الايه؟ الديفايسز وبعضها. بميزه بمين بقى عندنا؟ بالاي دي ادرس. نفس الكلام، انا يوزر هخش على النتورك، يبقى لازم ليا ايه؟ اي دي، عشان اعرف اكلم حد وهو يعرف ايه؟ يكلمني. الاي دي ادريس ده بنسميه الاي بي ايه؟ ادريس. يبقى كل يوزر لازم يكون ليه يونيك ادريس عشان اعرف اميز ما بينك وبين غيرك. وبالتالي ده هدف من اساس الوجود، ما يسمى مين عندنا؟ الاي بي ادريس. ده الاجابه على السؤال ليه احنا بنعمل الاي بي ادريس. بعض الاوقات بيسموه الهوست اي دي، يعني بتسمع كلمه اي بي او هوست اي دي، نفس المعنى هي كلمه مين عندنا؟ انك ليك يونيك ادريس. ومين اللي بيديهولك؟ الاورجنايزيشن اللي انت تابع ليها، انت تابع تي اي داتا، فكل مره بتكونكت على النتورك بيديك مين؟ اي بي ادريس خاص بيك انت على النت. وبالتالي ايه الهدف الاي بي ادريس؟ ده الاي دي بتاعك انت بس بالنسبه لمين؟ للنت. زي الاي دي بتاع الكليه، لما تخش الكليه لازم يكون معاك اي دي، اللي معهوش الاي دي مش هيدخل الكليه. نفس الكلام، انا بقى بميز اليوزرز عن بعضهم بما يسمى مين بقى؟ الاي بي ادريس. والاي بي ادريس عندنا تو فيرجنز، اي بي 4 والاي بي 6. اليوزر في الاي بي 4 بياخد 32 بتس. خلاص؟ في اليوزر في الاي بي 6 هو اللينث بتاعه بيوصل ل 128 بت، ده اللينث بتاع الاي بي 6. لكن اليوزر بياخد جواهم 48 بت. خلاص؟ الاي بي 4 اليوزر بياخد كام بت؟ 32. لكن في الاي بي 6 اليوزر بياخد كام بت؟ 48. خلاص؟ ده معنى كلمه الاي بي. طبعا بيبقى عندنا بقى الاي بي بيتقسم لجزئين، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بمين؟ الهيراركي بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان هدي لكل يوزر اي بي، بس ال 32 بت دول مالهم؟ متقسمين جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بمين؟ بالهوست. مش عايز اخش في ده لان ده هيجي وقت، ده شكل بس الانترنت بروتوكول باكت داتا يونت. عندنا ايه؟ كل فريم، كل باكت بقى ليها ايه؟ فريم فورمات، شكل فريم. عند خلي بالك بقى كل ده خلاص الهيدر بس، الفيرجن، ما يسمى الانترنت هيدر لينث، اللينث بتاع الهيدر ده قد ايه، السيرفيس تايب، الباكت لينث، كل دي شكل مين ده بس؟ خلي بالك ده شكل ايه بس؟ الاوفر هيد. لسه الداتا مالها؟ ما اتحطتش فيه الباكت. خلي بالك انا بتكلم على انهي جزء ده؟ انهي لاير؟
النتورك لاير او اسمها انترنت بروتوكول لاير، بتبعت باكت. الباكت دي ليها ايه لو تفتكروا؟ هيدر ومعها مين؟ داتا. الهيدر اللي انت شايفه ده خلاص بيبقى كام بايت عند كده؟ دي 1 2 4 بايتس. في كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى كام بايت؟ 24 بايت. دول ايه بالنسبه لنا؟ هيدر، يعني مش انفورميشن. لسه مين هيجي بعد شويه؟ الانفورميشن. طبعا ده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل، يعني كل فيلد من دول ليهم كلام بالتفصيل هنتكلم عنه. بس هو الراجل هنا عايز يعرفك شكل مين بس؟ شكل هيدر، لكن مش بيخش على التفاصيل بتاعت مين؟ بتاعت هيدر. عايز اقول لك ان 24 بايت رقم مش قليل، يعني انت بتبعت 1024 منهم 24 بايت مالهم؟ هيدر. و1000 بايت هم مين؟ الانفورميشن بتاعك. خلاص ده بالنسبه للهيدر بتاعك. بيسموها باكيت داتا يونت، بي باكيت، دي داتا، يو يونت، ده الهيدر. بس تعال نتكلم بس شويه عن الاي بي، الاي بي ادرس فورمات. الطريقه دي هتتغير بعد شويه ان شاء الله في الكلام، الاسلوب اللي هم اتبعوه دلوقتي. هل بقى يا سيدي الاي بي ادرس عباره عن كام بت؟ 32 بت. بنقسمهم كام بايت؟ 4 بايت، لان كل بايت بتاخد كام بت؟ 8 بت. بيسموه الدوتد او الدوتد ديسيمال نوتيشن، انك انت تقول ايه؟ الاي بي ادرس مثلا 172 دوت 16 دوت 128 دوت 17. طبعا الارقام دي ديسيمال، ممكن تحول ايه فوق؟ لباينري. يبقى احنا قسمناها لكام بايت دلوقتي؟ 4 بايت. ما خليناهمش 32 في حته واحده، خليناهم ايه؟ اجزاء. الجزء الاولاني دوت، الجزء الثاني انصون انصون، وكل جزء عباره عن كام بايت؟ 1 بايت 8 بايت. خلاص ده شكل الاي بي. لو هنتكلم على الاي بي فيرجن كام ده؟ 4. لان الاي بي 6 هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. اي سؤال بس في الجزئيه دي؟ ده معنى كلمه هيراري كان ايه؟ ادرس، ان انا بقسم ال 32 بيتس لمجموعه من الارقام زي ما انت شايفها كده، كل رقم عباره عن 1 بايت، وبفصل بين كل بايت والتاني بايه؟ بدوت. عشان كده سموه دوتد ايه؟ ديسيمال ايه؟ نمبر، او ديسيمال ايه؟ نوتيشن. ها؟ واضحه الفكره بتاعت الاي بي؟ 32 بيتس 8 سوري 4 بايتس، وبفصل بين كل بايت والتانيه بايه؟ بدوت. طيب عندنا هو عطي هنا اكزامبل على ثلاثه كلاسز واللي هم الاكثر استخداما، يعني ما يسمى كلاس A وما يسمى كلاس B وما يسمى كلاس A C. خلي بالك احنا قسمنا الاي بي لجزئين، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بمين؟ بالهوست. تعالى بقى ال 4 بايتس اهو، ده انهي كلاس هنتكلم عنه دلوقتي؟ كلاس A. خلي بالك بيميزه باول بيت بس، لو اول بيت زيرو تاكد ان الاي بي ادريس ده تابع لكلاس مين؟ كلاس A اي بيز. لو تاني بيت اول بيت وتاني بيت 1 0 يبقى تابع لكلاس B. لو 1 1 0 يبقى تابع كلاس مين؟ سي. طيب يبقى الزيرو الاولاني ده خاص بنوع الكلاس او الثلاثه بيتس بصفه عامه، اول زي اول واحده دي وزيرو يبقى نوع الكلاس ايه؟ ايه السبع بيتس دول يحددوا لك نوع النتورك، انت في انهي نتورك. فاضل كام بايت بقى لسه؟ 3 بايتس. عدد البيتس فيها كام؟ 3 في 8 بكام؟ ب 24. 2 اس 24 يوزر لنفس كل ايه؟ لكل نتورك. يبقى جوه كلاس ايه عندنا كام نتورك طيب؟ 2 اس 7 اللي هم كام؟ 128 نتورك، صح؟ يبقى عدد النتوركس اللي ممكن تبقى موجوده في كلاس ايه ممكن اقسمهم كام نتورك؟ 128 نتورك. وكل نتورك جواها كام هوست؟ 2 اس 24 يوزر. وبالتالي انا عندي عدد النتوركس قليل، لكن عدد اليوزرز جوه كل نتورك ماله؟ كبير. ده انهي كلاس؟ كلاس بي، سوري كلاس ايه. كلاس بي خد كام بيت عشان يعبر عنه بس؟ 1 0. يبقى عندي كام بيت فاضيين؟ 6. يبقى عدد النتوركس اللي ممكن يتعامل معاهم 2 اس كام؟ 2 اس خد جزئين للنتورك 6 وكام؟ 8. يبقى 2 اس 14. يبقى عدد النتوركس ماله؟ كبر. وبالتالي عدد اليوزرز جوه كل نتورك ماله؟ هيقل. اللي هو كام عندك؟ 2 اس كام؟ 16. كلاس سي خد كام بايت للنتورك؟ 3 بايتس. يبقى عدد النتورك زاد، لكن مين اللي هيقل بقى في الحاله دي؟ عدد الهوست. هندي الارقام عشان بس اوضح لك المشكله في النوع ده ايه او في الطريقه دي. ها حد عنده اي سؤال هنا؟ اتفضل. انا الاي بي فيه كام بايت؟ 4 بايت. في جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بمين؟ بالهوست. الهوست اللي هو اليوزر. يبقى احنا عملناها هيراركي، انت تبع انهي نتورك؟ وبعد جوه النتورك انت انهي يوزر؟
فاحنا مقسمينهم كلاستر مجموعه كده، دي نتورك رقم واحد، نتورك رقم اثنين، انظمه. جوه كل نتورك فيه ايه؟ عدد من اليوزرز. بلس ايه؟ عندي كام بايت؟ قلنا اربعه. بلس ايه؟ خد اول بايت لمين بس؟ للنتورك. يبقى 3 بايتس خاصين بمين؟ بالهوست اللي هم اليوزرز. كلاس بي خد كام بايت للنتورك؟ اثنين. واثنين بايت لمين؟ لليوزرز اللي جوه كل نتورك. كلاس سي خد كام بايت للنتورك؟ 3 بايتس. وجوه كل نتورك في احتمال كام يوزر؟ 2 اس 8 ايه؟ يوزر اللي هم 256. يبقى التقسيمه وده النهايه، كلاس ايه بياخد اول بايت للنتورك والثلاثة هوست طبعا، كلاس بي 2 نتورك و2 ايه؟ هوست. كلاس سي 3 نتورك و3 ايه؟ سوري 3 نتورك و1 ايه؟ هوست. بالارقام اهوت، كلاس ايه بيبدا من 1 لغايه رقم كام؟ 126 اللي هي 2 اس 7 زي ما انت قلت. بس في رقم ما بياخدوش اللي هو بدا من 0001 لغايه ما انتهى عند مين المفروض؟ 0 المفروض 7 ايه؟ 1. اخر واحد ده ريزيرفد لما يسمى لوب باك تيستنج. يعني ايه لوب باك تيستنج؟ لما تيجي تكونكت على النتورك بتاعتك لازم تشيك على مين؟ على النتورك انترفيس كارد بتاعك شغال ولا لا؟ الماشين بتاعتي السوفت وير بتاعي لازم يتاكد ان الهارد وير ماله سليم. بيعمل ايه بقى؟ بيبعت ما يسمى لوب باك ادرس، يبعت لمين؟ للنتورك انترفيس كارد. لو رد عليه النتورك انترفيس كارد معناه انه ماله؟ اكتف، معناه انه شغال، وبالتالي يبقى ده مجرد اتعمل عشان مين؟ عشان اللوب باك تيست. اللوب باك تيست فيه منه نوعين، في لوكال لوب باك تيست اللي ما بينك وبين مين؟ النتورك انترفيس كارد بتاعك، او ما بينك وبين مين؟ النتورك انترفيس كارد اللي فين؟ الناحيه الثانيه النتورك، وبعد النتورك مين؟ اليوزر الناحيه الثانيه. عندنا كذا ليفل من اللوب باك تيست. هو عايز يقول لك ايه بس؟ ان المفروض زي ما قلت المفروض كان لغايه 100 كام؟ 127، لكن رقم 127 اتحجز لمين؟ لما يسمى لوب باك تيست. ايه هو اللوب باك تيست؟ ابسط صوره ان الماشين بتاعتي المايكرو بروسيسور بتاعي عايز يتاكد ان النتورك انترفيس كارد ماله شغال، فيبعت له اي بي ادرس اللي هو قيمته كام بقى بالنسبه لك؟ 0 كام 1؟ 7 1. لو رد النتورك انترفيس كارد معناه ان النتورك انترفيس كارد ماله شغال، وبالتالي اقدر اكونكت مع مين؟ مع النتورك. طيب خلي بالك بقى، يبقى عدد النتوركس اللي سبورت ليها كام؟ من 1 ل 126 نتورك. عدد الهوست البوسبل هوست كام بقى؟ عندي 2 اس كام؟ 24، اللي هو يطلع لك الرقم اللي قدامك ده 16 مليون اي بي ادرس، او 16 مليون هوست، او 16 مليون يوزر، صح؟ خلاص؟ ومعايا 77000 في 214. في مشكله في الكلاس ايه هنا؟ ان لو انا راجل عندي زي جوجل مثلا عنده نتورك كبيره، عنده كومباني كبيره، فعايز ياخد مجموعه من الاي بيز، فيقول له انا هاخد كلاس مين؟ ايه اي بيز. فيجي اعطيله كلاس ايه اي بيز، يعني ايه؟ يعني اديله واحد نتورك وجواهم كام يوزر بقى ممكن يسبورت؟ 16 مليون يوزر. الرقم ده ما هوش رقم قليل، بس اتحجز لمين كل ده بقى؟ على سبيل المثال جوجل اللي احنا اخدناه. جينا هنا مثلا جامعه كبيره، جامعه القاهره اسكندريه حلوان، طلبت انها تاخد كلاس ايه اي بيز، فيديها نتورك اي بي، ومن حق النتورك اي بي دي ياخد كام يوزر؟ 16 مليون يوزر. هل هتستخدمهم كلهم ولا لا؟ بالارقام اللي احنا بنقولها دي نادر جدا ما تلاقي اورجنايزيشن عندها عدد الايه؟ الهوستس دي. طب ده ايه عيبه بقى؟ هيوست مين؟ الاي بيز. دي مشكله في الاسلوب ده، انك انت طب بلاش كلاس ايه، هاخد ايه؟ كلاس بي. خلاص عدد النتوركس سبورت ليها من 128 لغايه كام؟ 191، خد الفرق ما بينهم. عدد اليوزرز جوه كل نتورك كام؟ رقم 65000. خلي بالك نزلنا من كام؟ 16 مليون ل 65000. رقم 65000 في حد ذاته في بعض الاوقات ماله؟ كبير على اورجانيزيشن وصغير على ايه؟ اورجانيزيشنز ثانيه، وبالتالي بقى الشيفت ما بين 16 مليون وال 65000 رقم ماله؟ كبير. يا اما انك تاخد كلاس ايه وتويست مين؟ جزء منهم، يا اما انك تاخد كلاس بي وما هوش كفايه فاضطر تاخد ايه كمان؟ كلاس بي كمان، وده مش محبذ بالنسبه لنفس الاورجنايزيشن. يعني لو انا عندي اورجنايزيشن يحبذ انها تكون كلها نفس مين؟ نفس الكلاس، نفس بدايه الاي بيز بالنسبه للنتورك. طيب ننزل بقى لكلاس مين بعد كده؟ سي، عدد النتوركس من رقم اي بي بيبدا من 192 وانتهي عند كام؟ 223. شوف عدد اليوزرز اللي جوه كام؟ 254 هوست. نزلنا من كام برضه؟ من 65000 لكام؟ ل 254. في مشكلة هنا في الدوتر تكنيك ده، إن الشيفت ما بين النمبرز ماله؟ كبير جدا،
وبالتالي احد المشاكل اللي بنواجهها مع النوع ده ان انا بويست بين ويست الاي بيز. طب وايه يعني ويست الاي بيز؟ ما هو انا بقى لو يوزر دخلت على النتورك عندك واجي ادخل ما لاقيش اي بي، ما مش هدخل على النتورك، ما انا بقاش ليا ايه اي دي نمبر او اي بي بقى. وبالتالي كل يوزر من حقه ان يجي يدخل على النتورك يلاقي نفسه ايه اي بي ادرس. عشان كده اتعمل ما يسمى مين بقى السبنيتنج، او اتعمل ما يسمى الناتنج. ايه هو الناتنج او السبنيتنج؟ هنتكلم عنه في وقت. بس موضوع الدوت ده اظهر مشكله اساسيه هي الرينج الكبير قوي في الارقام ما بين A و B ومين و C. ده خلى هيعمل ويستنج مين الاي بيز في بعض الاوقات، وده حاجه مش محببه. خلاص يبقى عرفنا ما يسمى كلاس A و B و C. في نوعين على فكره من الكلاس كمان ما يسمى دي ومين و A، بس الاكثر استخداما وانتشارا هم A و B ومين و C. اي سؤال؟ ها وصل فكره الهيراركا بتاع الاي بي اهو. اهو بقى عندك A و B ومين وسي. انا تابع انهي متر من رقم 1 ل 126؟ يبقى تابع كلاس مين؟ ايه. يبقى انا هاخد رقم 126 مثلا. جوه رقم 126 ممكن يفيد كام يوزر؟ 16 مليون يوزر. انصون مع كلاس ايه وكلاس بي بس. ها اي سؤال هنا؟ اي سؤال؟ مش محاضره. احنا مش محاضره، احنا جايين من بيوتنا عشان نسمع ونفهم، مش هنروح نمتحن. وبالتالي ما تعديش حاجه الا لما تفهمها. خلاص ده بالنسبه ما يسمى الاي بي ادرس رينج. ادرس زيرو لا ادرس زيرو لا نوت يوز ده بقى. خلي بالك كله زيروز ما تعملش يعني ريزيرف، مش مستخدم معانا كي اي بي ادرس خالص. خلاص لان كلمه زيروز دي كلها ما هوش بالنسبه لي ما اعتبرش اي بي، فبنستبعده تماما الزيرو ادرس. خلاص هو نوت يوز يعني اللوك باك تيست بيستخدم اللي هو زيرو كله ايه وانز، لكن كله زيروز ده ماله يوزلس. ريزيرف بيسموه ريزيرف وخلاص، ان هو ماله غير مستخدم بالنسبه لنا بالنسبه للاي بي 4. خلاص خلاص يعني الريزيرف اللي هو لسه انت بتسالني عليه، ادي النتورك وكله ايه هنا بعد كده زيرو بيسموه ريزيرفد نتورك ادرس. ريزيرف يعني ايه؟ يعني الستاندرد اللي عملته حجزته لنفسها. ليه بقى؟ للفيوتشر ابلكيشنز. ايه هي؟ لغايه النهارده ما اتعملتش. ايه هي الفيوتشر ابلكيشنز؟ او لغايه النهارده يعتبر بالنسبه لنا ماله يوزلس. يبقى كله زيروز ده ماله؟ ده ريزيرفد ايه؟ ادرس. عندنا البرودكاست ادرس. يعني ايه البرودكاست بقى؟ انا عايز ابعت باكت لكل الناس اللي في النتورك بتاعتي. مش هبقى امسك الباكت بقى وابعتها الاولاني والتاني والتالت، لا انا عايز ابرودكاست. فالبرودكاست ده تي في مثلا. تعمل تي في اي بي تي في. عايز تبعت تي في للناس كلها على الكمبيوتر بتاعها. فتعمل البرودكاست مين بقى؟ ادرس اللي كله ايه عندك؟ وانز. ده اسمه ريزيرفد ادريسز. كله زيروز ده يوزلس، لكن كل وانز ده بيسمى ايه عندنا؟ البرودكاست ايه ادرس. لو احنا مجموعه كده وعندنا ماشينز وانا عايز ابعت لكم كلكم ايميل واحد، ف ده تخيل الاي بي ادرس اللي هبعته ايه هو؟ كله يبقى مين بقى بالنسبه لي؟ وانز. معناها ان كل اليوزرز مالهم هيستقبلوا طبعا مع اختلاف النتورك، ده كلاس ايه ولا كلاس بي ولا كلاس مين سي، ده على حسب نوع النتورك. يبقى زيروز ده ريزيرفد ما يسمى النتورك ادرس ما يستخدموش، وما يسمى كل وانز هيبقى مين عندي؟ برودكاست ايه؟ ادرس. خلاص؟ النتورك ادرس ده هيبقى له استخدام تاني ان شاء الله في موضوع السبميت. السبميتنج ده هنتكلم عنه في وقت ان شاء الله. بس خليك فاكر وانا هقول لك ايه. دكتور البرودكاست ده لو انا بعت اي كل وانز يبقى كل اليوزرز تبع نفس النتورك هيستقبلوا الباكت ده. مش هيعملها ديسكارد، لازم ياخدها ويتاكد ان دي جايه ليه. خلاص؟ طبعا الكلاس ايه عندنا بقى في بابليك اي بي وفي برايفت اي بيز. انت لما يبقى عندك راوتر في البيت وبتخش تحب تدخل على السيستم بتاع الراوتر، عايز تعمل كونفيجريشن، عايز تعمل اي حاجه فيه، بتكتب ايه بقى؟ 192.168.1.1 وتخش بعد كده على مين؟ على الراوتر بتاعك. او لو انت شغال مثلا سيسكو يبقى 10.1 مش عارف دوت كام دوت كام. دي بيسموها برايفت ايه؟ اي بيز. ما هيش محجوزه على النتورك، بس محجوزه حاجه انت بتكلم بيها مين؟ الراوتر بتاعك او الماشين. ما احنا كل حاجه ليها اي بي. ففي حاجه اسمها البابليك اي بيز، انت هتخش على النتورك فتاخد ما يسمى ايه؟ بابليك اي بي. البابليك اي بيز دي الرينج بتاعها من كلاس ايه تبدا من كام؟ من 1000 وتنتهي عند كام؟ 9 مش عارف رقم كام. او من 11 كذا لغايه 126 كذا. كلاس بي اهو كلاس سي. يبقى يعني ايه بابليك اي بي؟ يعني انا قررت انا اخش على النتورك يبقى لازم اخد ما يسمى ايه عندي؟
public IP. طيب في ما يسمى private IPs. في منك عندك في كلاس A ما يسمى 10.0.0.0. اللي بالك ايه هي البرايفت؟ خاصه بايه؟ بهاردوير معين. انت جايب في جايب لينك دي لينك مثلا راوتر، فدي لينك راوتر ده الديفولت بتاعه عشان تروح له عشان تكلمه هتكلمه باي بي، فالاي بي اللي بتكلمه بيه هو مين عندك؟ 192.168.1.1 اهو. 198.168 ممكن يبقى مين بقى؟ .0 مفيش مشاكل، لكن بتكلم على سبيل المثال اللي هو دي لينك 1.1. كل يوزر بيكلم يوزر بيكلمه بايه؟ بالاي بي. الاي بي بقى البرايفت اللي هو خاص ما بينك وبين الراوتر هو بيسمى برايفت اي بي. الرينج بتاعه من ايه اهو، ودي بي اهو، دي مين؟ سي. فيها في ماشينز او في راوترز لما تشتريها تشغلها بمين فعلا؟ 172 وانت في 192. طبعا انا بتكلم على 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 الجامعه زي هندسه الوالبريز هندسه الوال. الراوتر اللي عندها سيسكو راوتر خلاص، انا بتوقع منه ان ما ينفعش يبقى كلاس سي خلاص. ليه؟ لان كلاس سي هيعدي كام يوزر بس؟ 254 يوزر مش اكتر من كده. وبالتالي انا بعتبر ان الرقم ده ماله مش كفايه، بتوقع منه انه يديني مثلا يا كلاس بي يا كلاس مين ايه، بس طبعا ده ايه ده رقم ماله كبير كده. وبالتالي ما يسمى البرايفت اي بي هي علاقه ما بين ماشين وماشين او ماشين وراوتر، انت ماله شاريه من فيندور معين. لكن بابليك اي بي معناه ايه؟ هو انا كيوزر او راوتر عايز اكلم مين؟ النتورك الوان او الانترنت بمعنى صح، لازم اخد ما يسمى مين بقى في الحاله دي؟ بابليك اي بي. وبالتالي اهو انا هوست وهكلم بعد كده راوتر، والراوتر هتدخل على مين بعد كده؟ على الانترنت. انا لما احب اكلم الراوتر ده اكلمه ما يسمى ايه عندي؟ برايفت اي بي. والراوتر لما يحب يكلم الانترنت بيكلمها بمين بقى؟ بابليك اي بي. يبقى ما بيني وبين الراوتر بتاعي ما يسمى برايفت اي بي، وبين الراوتر وبين النتورك بيسمى ايه بقى؟ بابليك مين اي بي. ده بالنسبه لنا في معنى كلمه برايفت ومعنى كلمه ايه؟ بابليك. اي سؤال؟ اي سؤال؟ ده معنى كلمة private public IPs. طيب انا قررت ان انا اخش على النتورك، يبقى النتورك دي عشان اتكلم معاها لازم تديني مين؟ public IP. فخلاص انا طالما نويت ادخل هندسة حلوان يبقى لازم اكون معايا الاي دي بتاع هندسة حلوان. طالما قررت انك تكتب جوجل دوت كوم او دوت اي جي لازم يكون معاك مين قبل ما تدخل على جوجل؟ اي بي، عشان يتعرف انك إيه انت اللي بتكلمه. ففي عندنا حاجه اسمها دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، بيسموه دي اتش سي بي. البروتوكول ده موجود على كل ماشين. البروتوكول ده دوره حاجه واحده، حاجه واحده اساسيه وليه اكتر من حاجه بعد كده. اهم حاجه انه بيجيت الاي بي ليك منين؟ من الانترنت. بيعمل ايه دي سي اتش دي اتش سي بي بروتوكول؟ بيبعت حاجه اسمها ديسكفر مسج. ايه ديسكفر مسج دي؟ بيبعت مسج بيقول انا فلان. طب انا فلان دي يبعته بانهي ادرس؟ ها؟ الماك ادرس. ليه؟ لانه لغايه اللحظه دي هو عايز يجيب ايه؟ اي بي. فيبعت مسج فيها مين؟ الماك ادرس بتاعه هو، لانه معهوش اي بي لسه. ده هو بيبعت ديسكفر مسج معناه بيقول انا عايز احصل على مين؟ على اي بي. فيبعت حاجه اسمها ديسكفر مسج. عملوا بقى مجموعه من السيرفرز على مستوى العالم ان هي دورها الحقيقي انها توفر لك مين؟ الاي بي الفري اي بي الافيلبل. يعني انت واخد مثلا من لينك دوت نت او تي ديتا او فودافون او اتصالات، اتحدد بفودافون او اتصالات مجموعه من مين؟ بالاي بيز، حجزتهم باسمها ودفعت فلوس وصاد الكلام ده. انا يوزر قررت ان انا اكون تابع مين؟ فودافون. كل مره اخش على النتورك السيرفر بتاع فودافون دوره انه يديني مين؟ اي بي فري خلاص. الفري اي بي يعني مش فري اوف ماني، يعني فري اللي هو الافيلبل يعني. فببعت ما يسمى ديسكفر مسج، اقول له لو سمحت انا فلان وعايز مين؟ اي بي ادرس. فكل سيرفر يوصل المسج دي لازم يعمل ايه؟ يريبلاي يقول له انا افيلبل بالاي بي فلان. انا كسيرفر هرد على مين؟ على الكلاينت بحاجه اسمها ايه عندنا؟ اوفر مسج. خلي بالك الدايجرام ده كله هدف منه ايه؟
اللي راح احصل على مين بس الاي بي. فهبعت حاجه اسمها الاول ديسكفر مسج دي سي اتش او دي اتش سي بي مسج شكلها ليها حاجه شكل معين، وابعت بالسورس ادرس ومين الماك ادرس. طب والديستنيشن ادرس هو لازم كل ما بس تاكد اي باكت هتتبعت فيها حاجتين، ما يسمى الديستنيشن ادرس وما يسمى مين عندنا السورس ادرس. طب مين السورس ادرس اللي هو الماك ادرس بتاعي؟ طب مين الديستنيشن ادرس؟ طب انا ما اعرفش مين هو السيرفر. فبعد ما يسمى برودكاست مسج يبقى احط الديستنيشن ادرس كله ايه وانز، يبقى انا هبعت الباكت فيها السورس انا الماك والديستنيشن يبقى ماله برودكاست. كل السيرفرز هتستقبل المسج دي، اقرب سيرفر ليا هيرد او اثنين يرد او ثلاثه يردوا بيردوا بكلمه ما يسمى الاوفر ايه مسج. فيها ايه بقى؟ فيها الباك ادرس بتاعك كديستنيشن. عشان تقبل الباكت دي لازم يكون الديستنيشن هو مين؟ هو انت. وهو انت مين دلوقتي بالنسبه لي؟ الماك ادرس. والسورس ادرس السور اللي هو السيرفر الاي بي بتاع السيرفر هو اللي هيرد، ويرد جواها الانفورميشن ايه هي بقى؟ الافيلبل اي بي اللي هو بيدي لك اوفر بي. لو انت قررت انك تقبل من السيرفر ده هترد عليه تقول له ايه؟ ريكويست مسج، تقول له ان انا قابلت مين؟ الاي بي ده خلاص. تبعت تقول ايه بقى؟ خلي بالك هتبعت بمين المره دي؟ بالاي بي ادرس بتاعك اللي هو هبعته لك. والاي بي ادرس بتاع الديستنيشن هو مين؟ الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي بعت لك. وتقول له اي اجري ان انا هاخد الاي بي ادرس ده. يرد عليك بمين بس؟ بالاكنولجمنت، يقول لك خلاص الاي بي ادرس ده حاجز ليك وخلاص. ما انت انا عملت لك اوفر، لازم تعمل ايه في الاوفر ده؟ تقبله. فلازم ترد عليا انك قبلت الاوفر ليه؟ عشان الاي بي دي حجز لمين؟ ليك، ويتقال له بقى بيزي ما بقاش فري ويتشال من الليست بتاع الفري مين؟ اي بيز. ويرجع يقول لك خلاص انا هابي بالاكنولجمنت، يقول لك خلاص الاي بي ده بقى ماله بقى بتاعه. واضحه الفكره؟ يبقى بريكويست الاي بي بيوفر ليا الاي بي، بقول له شكرا يقول لي خلاص الاي بي بقى بتاعه. هو ده المعنى الحقيقي. في بعض الاوقات عشان ما ياخدش وقت اخر اي بي انت اخدته بتبعته تقول له للسيرفر بقى، تقول له انا الباك ادرس واخر اي بي كنت واخده هو ده خلاص. يرد عليك لو هو فري يقول لك خلاص اشتغل بنفس مين؟ الاي بي، عشان ما يعملش ايه بس؟ سيرش وقت كتير جدا. وده الغالب اللي بيحصل. عشان كده لما تخش كل مره على الانترنت هتلاقي تقريبا بتاخد نفس مين؟ الاي بي، الا في حالات نادره جدا اللي بيغير فيها الاي بي. ليه؟ عشان يسهل بس الوقت بتاع مين؟ بتاع السيرش. خلي بالك لغايه دلوقتي انا ما دخلتش على النت، لغايه اللحظه دي انا ما دخلتش على مين؟ على الانترنت. ده كله ايه؟ باستابلش الكونكشن. يعني ايه استابلش الكونكشن؟ يعني بدور على مين؟ اي بي اقدر اخش بيه على مين بعد كده؟ على الانترنت. خلاص؟ يبقى الغالب ان انت بتبعت ديسكفر مسج انك انت بتقول له انا فلان كماك واخر اي بي كان عندي اهو. يرد عليك يقول لك لا زال الاي بي ده فري، يبقى يقول لك ايه؟ اشتغل بالاي بي ده وانتهى الموضوع. ده ما يسمى مين عندنا؟ دي اتش سي بي بروتوكول. الهدف الاساسي منه هو بس جيت الاي بي بالنسبه لك على السيرفر بتاعك. خلاص؟ طب ايه هو الدي ان اس دومين نيم سيرفر؟ ده من ضمن برضه في سيرفرز موجوده عشان الامور دي. خلاص يبقى كل يوزر لازم يكون ليه ايه؟ اي بي. وكل هوم بيج لازم يكون ليها اي بي. يبقى الهوم بيج زيها زي مين بالظبط؟ زيها زي يوزر عايز تروح له. طيب انا عايز اروح لجوجل، جوجل ده مش ليه اي بي؟ كويس، ياهو ليه اي بي، الوان ليها اي بي. فانك تحفظ الارقام عمليه مالهاش مالها مش سهله خالص. انك تحفظ الارقام بالشكل ده عمليه فيري ديفيكالت انك تحفظها. فعملوا حاجه ابسط، قال خلاص بالنسبه لليوزرز يتعاملوا باللغه بتاعتهم، واللغه اللي هي الكاركترز. انت كاتب لحلوان مثلا فتكتب حلوان يونيفرسي دوت اي دي يو دوت اي جي مثلا. خلاص يبقى انت عارف ان حلوان ده شكلها. طيب دور الدي ان اس ايه بقى؟ دومين نيم سيرفر ده تبعت له النيم يرجع لك مين؟ الاي بي وخلاص. وتيجي تبعت بعد كده الباكتس بتاعتك تبعتها بمين؟ بالسورس ادرس هو الاي بي بتاعك، والديستنيشن ادرس هو الاي بي بتاع مين؟ بتاع النتورك اللي انت رايحه. يبقى الدومين نيم سيرفر ده هدفه الاساس حاجه واحده بس، يحول النيمز اللي احنا متعرف عليها لمين؟ الاي بيز، عشان يقدر الباكت لما بتتبعت تتبعت زي ما قلنا بمين؟ بالسورس ادرس ومين عندنا؟ والديستنيشن ادرس. السورس اللي هو الاي بي بتاع السورس، والديستنيشن هو الاي بي بتاع مين؟ بتاع الديستنيشن. يبقى الدومين نيم سيرفر ما هو الا دوره يحول النيمز لمين؟
الاي بيز. في مجموعه من السيرفرز افيلبل على مستوى العالم اللي هتوفر لك الكلام ده. وانت بتعمل عندك في الماشين بتاعتك زي داتا بيز. جوجل يجي جايب لك الاي بي، فتيجي مخزن في الداتا بيز بتاعتك مين؟ الاي بي بتاع مين؟ بتاع جوجل. ليه؟ عشان السيرش تايب برضه يبقى ماله؟ اول مره بتنستول فيها نتورك انترفيس كارد عندك وبتعمل سيرش على جوجل، هالوقت هيبقى اطول. لكن لو تاني مره جيت تعمل سيرش على جوجل اللي هتلاقي الوقت بقى ماله. ليه؟ لان بقى في الداتا بيز عندك عامل الدي ان اس فايل اللي شايف فيه اسم الويب بيج او اسم السيرفر اللي انت رايح له والايه والاي بي بتاعه، اسم السيرفر والاي بي بتاعه. يبقى اول خطوه الدي ان اس بيعملها ايه هو؟ يبص على الدي ان اس فايل اللي عنده، لقى الهوم بيج دي ليستد عنده، هيجيب منها مين مباشره؟ الاي بي. ما لهاش ليست بيعمل ايه بقى؟ يريكوست بالدي ان اس ان انا ده الاسم، انا عايز مين؟ الاي بي ادرس بتاعه. زي اللي قبله، بس اللي قبله ما كانش دوره بيجيب الاي بي ادرس بتاع ديستنيشن، كان بيجيب الاي بي ادرس بتاع مين؟ السورس بتاع يانا. خلي بالك الفرق ما بين الدي اتش سي بي والدي ان اس حاجه واحده. الدي اتش سي بي بيجيب لك الاي بي ادرس بتاعك انت اللي هتاخده على مين؟ على النتورك. دور الدي ان اس يجيب لك الاي بي ادرس بتاع مين بقى؟ بتاع الديستنيشن اللي انت عايز ايه؟ تكلمه. ده الفرق ما بين الدي ان اس والدي اتش سي بي. اي سؤال؟ كل ده على مستوى مين طيب؟ الدي ان اس والدي اتش سي بي على انهي ليفل؟ على مستوى مين؟ الابلكيشن. الكولز دي مين المسؤول عنها؟ الابلكيشن لاير. هي مين اللي بريكوست بقى؟ الانترنت لاير. انها بتسال انا عايز مين؟ عايز الدي ان اس ده او عايز الدي اتش سي بي بتاعي. ده بالنسبه لما يسمى الدي ان اس والدي اتش سي بي. اهو بيديك مثال، لو انت عايز بس تعمل نت كونكشن بتخش على اللوكال اريا كونكشن، بتخش على ما يسمى مين عندك؟ انترنت بروتوكول، دبل كليك عليه هيطلع لك ايه بقى؟ كلمه اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيكلي. معناه انك بتقول له ايه؟ كل مره ران الدي اتش سي بي عشان يجيب لي مين؟ الاي بي ادرس بتاعي. وبتين الدي ان اس سيرفر اوتوماتيكلي، معناها ايه؟ كل مره لما تحب تجيب الدومين نيم سيرفر هيعمل ايه؟ هتشيك الدي ان اس فايل اللي عنده، ما لقوش يتشيك على مين بقى؟ على السيرفر اللي بعت له فيها الاي بي اس، الاي بي بتاع الدي ان اس. خلاص؟ يعني مثلا الدي ان اس بتاع جوجل مثلا 8.8.8.8 ده الدي ان اس بتاعه، خلاص؟ ده اللي هو جوجل يعني، فالدي ان اس سيرفر بتاع جوجل، خلي بالك، بتكلم على الدي ان اس سيرفر. جوجل عامل لنفسه مين؟ دي ان اس، مش عشان جوجل، عشان كل الويب بيجز اللي يعرفها، حاطط لها مين؟ الاسم بتاعها ومين؟ والاي بي، خلي بالك، عشان ما تقولش مني كلمة سيرفر، جوجل سيرفر ده مش معناه مسؤول عن جوجل. الدي ان اس سيرفر بتاع جوجل ايه هو؟ سيرفر عمله مؤسسة جوجل انه يشيل عليها مين بس؟ كل الدي ان اس اللي هو يعرفها. وطبعا جوجل حاجه ترصد، لان هو يعتبر افضل سيرش انجن، وبالتالي كل يعتبر ان كل اليوزرز او الهوم بيج او السيرفرز بيكونكت مع مين. كل مره يوزر يكونكت مع جوجل يعمل ايه؟ ياخد الدي ان اس بتاعه وقصاده مين؟ الاي بي. فجوجل من ضمن السيرفرز الكبيره جدا اللي تقدر تتعامل معاها. على فكره لو اشتغلت بيها هيبقى اسرع. يعني لما تقول له يوز ذا فورم دي ان اس سيرفر وتكتب له 8.8.8.8 هيبقى ماله؟ اسرع في التعامل، يعني كل مره هيروح لمين مباشره؟ لجوجل، مش هيروح لحاجه ثانيه. لكن لما تقول له اوتوماتيك هيعمل ايه؟ هيبص مين الاول؟ في الدي ان اس فايل عندك، ما لهوش يبص على السيرفر بتاع فودافون او اتصالات. فودافون او اتصالات ما لهوش يبص لاقرب مين؟ دي ان اس سيرفر ليه اند سون اند سون. لكن لو انت كتبت مثلا جوجل يبقى 8.8.8.8 ده مين بقى؟ الدي ان اس سيرفر بتاع مين؟ جوجل. مش معناها الاي بي بتاع جوجل، معناها كل الاي بيز اللي يعرفها جوجل بالمين؟ بالدي ان اس بتاعك. خلاص؟ او اوبتين الاي بي ادرس او يوز ذا فولوينج اي بي. يعني ايه يوز ذا فولوينج اي بي؟ انت قررت ان يكون او ليك بقى ليك خاص مين؟ اي بي ادرس ثابت مش بيتغير، فتيجي حاطه دايما يوز ذس ايه؟ اي بي. اتفضل. يبقى 8 يوز ذا فولوينج دي ان اس 8.8.8.8 كده مش هيبص على سيرفر جوجل دايركت من غير ما يبص على لا لازم بص القاعده ايضا انه هيبص على الفايل اللي عنده وبعدين يروح لمين بعد كده؟ لجوجل. انت لو عملت في الانترنت اوبشنز الكوكيز والفايلز وكل ده ديليت
معناها والهيستوري كلها معناها ايه في الهيستوري؟ معناها انه بيريموف من الفايل ده كل مين؟ الداتا بيز اللي عنده. وبالتالي كل مره عشان ده بيتقل الجهاز ليه او بيخلي بياخد سايز ليه؟ لما كل مره بتخش على ويب سايت غير اللي قبلها بيعمل ايه؟ بيكستند الفايل. وبالتالي الديفولت سواء اوتوماتيكلي او مانيولي كله هيروح لمين الاول؟ للدي ان اس فايل اللي عندك على الماشين اللي عندك. لا ماشي ما لهوش بيشوف بص على مين بقى؟ على اقرب سيرفر ليه دي ان اس. حطيتها انت جوجل يبقى هيروح هو مين مباشره لجوجل. جبتها من 8.8 ده خش على النت اكتب جوجل دي ان اس سيرفر هيطلعه لك يقول لك ان الرقم بتاعه 8.8 الاي بي بتاعه 8.8.8 خلاص. ده بالنسبه لنا لو انت عايز تعمل نتورك كونفيجريشن او نتورك كونكشن. انت لو عملت اي بي كونفج طبعا عملت سي ام دي وخرجت بره وكتبت كلمه اي بي كونفج هيطلع لك ايه؟ اهم حاجه الاي بي ادرس بتاعك بص كام؟ 192.168.1.102 ده ايه ده؟ ده برايفت اي بي ده مش الببليك اي بي بتاعك. انت عندك راوتر في البيت صح؟ كونكت عليه الماشين بتاعتك الماشين ده بتاخد ايه؟ برايفت اي بي. لكن الببليك اي بي فين؟ لما تبص على الديفولت جيت واي خلاص اهو الدي اتش تي بي سيرفر اللي هو كام عندك بقى؟ 128.127.241.185 ده رقم مين بقى؟ الاي بي ادرس بتاع مين؟ الدي اتش سي بي سيرفر اللي انت مالك والنكت معاه اللي هيجيب منه مين دايما؟ الاي بي ادرس البابليك اي بي بقى مش البرايفت اي بي. واضحه؟ تاني الادرس ده 102 طالما بدل 192 ده بقى ماله؟ برايفت ادرس. يبقى انا متخيل شكل النتورك عباره عن ايه؟ راوتر ومعاهم مجموعه من مين؟ من اليوزرز كونكتد على الراوتر ده. والراوتر ده ليه لينك خارج على مين بعد كده؟ على الانترنت على الانترنت بتاعك سواء بقى فودافون او كان. يبقى انا رافض رقم 102 سيبك من مصر دلوقتي اللي احنا لسه مش شرحناهوش. الديفولت جيت واي اللي هو مين بقى؟ 192.168.1.1 ده مين؟ ده الاي بي ادرس بتاع مين؟ بتاع الراوتر بيسموه الديفولت جيت واي. عندك ما يسمى بقى الدي اتش سي بي سيرفر ده مين بقى؟ السيرفر اللي انت مالك هتتعامل معاه وانت بتجيب منه مين؟ الاي بي ادرس بتاعك انت. في عندك ما يسمى لا سوري الدي اتش سي بي سيرفر هو نفس الكلام ليه؟ اللي هو 192.168.1.1 لانك لما بتريكويست الاي بي بتطلبه من مين؟ من الراوتر. والراوتر يطلبه من مين بعد كده؟ من الانترنت. خلي بالك انت ماسكت انت مفصول ما بينك وبين الانترنت من خلال مين؟ الراوتر. يبقى انت الجيت واي بتاعك هو الراوتر والدي اتش سي بي سيرفر بتاعك هو مين برضو؟ الراوتر. لكن الدي ان اس سيرفرز ملهاش علاقه بالراوتر ليها علاقه. انت بتخش على جوجل ولا 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 فحضرت لك مين بقى؟ 127.107.241.285 او مين كمان؟ 127.135.269 دول ايه؟ دول التو اي بيز اللي انت مالك عارفهم اللي انت دخلت عليهم. لو انت زودت مع الوقت هتلاقي الارقام دي مالها؟ عماله مالها بتزيد. يبقى الدي اتش سي بي خلاص ايه هو؟ اللي هو الجيت واي ديفولت جيت واي ليه؟ لان انا كونكت مع مين؟ مع راوتر. يبقى هو بالنسبه لي هو السيرفر اللي هيجيب لي مين؟ الاي بي. وهو اداني الاي بي. هو مين اللي بيديني الاي بي؟ الراوتر. ال 102 دي مين اللي اداني؟ الراوتر. خلي بالك احنا عندنا هنتكلم بعد شويه ان شاء الله عن حاجه اسمها الناتنج. حلو مشكله الاي بي 4 ازاي؟ قال لك انت عندك في عماره خلاص؟ العماره دي لو كل يوزر كونكت مع فودافون يبقى كل يوزر هياخد ايه؟ بابليك اي بي. فده هيستهلك مني مين؟ الاي بيز. فعملنا ايه؟ قال خلاص العماره دي كلها او المبنى ده كله نديله راوتر. والراوتر ده ياخد ايه؟ بابليك اي بي واحد. يبقى النتورك اللي بره شايف المبنى ده كله وكأنه كام يوزر؟ يوزر واحد ببابليك اي بي. والراوتر نفسه يدي لليوزرز اللي جواه كل واحد ايه؟ اي بي خاص بيه. بس ده مش اسمه بابليك بقى اسمه ايه عندنا؟ برايفت اي بي. ده بيسموها الناتنج. انا لما نيجي عندها انا هفهمك ايه بقى الهدف من الناتنج؟ ان يقلل الويست في الاي بيز. النتورك بقى شايفه كام يوزر؟ واحد بس الحقيقه هم 10 او 12 ايه؟ يوزر. انا بقى عايز اكلم جوجل يبقى اروح لمين؟ للراوتر. والراوتر هو اللي يكونكت معايا مع مين بعد كده؟ مع جوجل. وبالتالي الطريقه دي اوجدت ما يسمى برايفت اي بي او ما يسمى الديفولت جيت واي. والديفولت جيت واي هو اللي هيديني الاي بي. طالما هو اللي هيديني الاي بي اصبح هو بالنسبه لي هو مين؟ الدي اتش سي بي سيرفر بالنسبه لي.
ما هو كلمه الدي اتش سي بي سيرفر معناها ايه؟ هو ريكويست اي بي، وهو اللي يديني الاي بي. انا مين اللي اداني 102 ده؟ الراوتر اللي انا تبعه. يبقى مين الدي اتش سي بي سيرفر بتاعي؟ هو الراوتر. والراوتر رقمه كام عندي انا هنا؟ 192.168.1.1. لكن الدي ان اس سيرفرز ملهاش علاقه بالراوتر، ليها علاقه بيا انا بكلم مين، وليه علاقه بيا بكلم مين يبقى يعرفني مين الدي ان اس سيرفر. ايه هو الدي ان اس سيرفر؟ اللي بسال منه على الاي بي بتاع مين؟ بتاع الديستنيشن. خلاص، يبقى الدي اتش سي بي بيديني الاي بي بتاعي انا، والدي ان اس سيرفر بيديني الاي بي بتاع مين؟ بتاع الديستنيشن. ده بس عشان تعرف بس الاي بي كونفج ايه الحاجات الموجوده عندك. حاجه تانية، الفيزيكال ادرس اللي هو مين عندنا؟ الماك ادرس. الماك ادرس ده اللي هو النتورك انترفيس ايه؟ كام بايت قلنا المره اللي فاتت؟ 6 بايت. خلاص، لو خدت بالك هتلاقيهم كام بايت هنا؟ 6 بايت. ده اللي هو الماك ادرس. كام بيت بقى؟